سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نصايب معكم كنسمي انا ملك الحلويات اللي هو الفقاس، اللي ضروري خص يكون حاضر في المائده ديالنا ديال الحلويات، سواء في الاعياد او المناسبات. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع مقادير وطريقه ديال التحضير. اول حاجه عندنا 5 ديال البيضات، لا عفوا 6 ديال البيضات، كاس ديال اللوز اللي رطبته ليله كامله في الماء، كاس ديال الزنجلان، جوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، قبصه ديال الملحه، جوج فاني وخماره وحده، جوج كيسان ديال السنيده، جوج كيسان ديال الزيت. اول حاجه كناخذوا هنا اللي غادي نخلطوا فيه الفقاس، كنديروا فيه 6 ديال البيضات، جوج كيسان ديال العنبه ديال السنيده، كنخلطو مزيان 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 حتى كدوب لينا سنيده في البيض. هذه قاعده خاصها تكون عندكم كاملين، اي حاجه فيها السنيده والبيض ضروري خصنا نحركو السنيده مع البيض حتى كدوب السنيده في البيض، عاد كنكملو باقي المكونات. هنا من بعد ما دابت لينا السنيده في البيض وتمزج لينا الخليط، كنزيدو جوج فاني وجوج كيسان ديال الزيت، نعاودو نحركو واحد شويه، كنزيدو قبيصه ديال الملحه، كنزيدو كاس ديال الزنجلان اللي كيكون محمر محمر غير شويه، جوج معالق ديال حبه حلاوه والنافع، كاس ديال اللوز، وهنا غادي نبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. الدقيق دائما غادي يكون على حسب الخليط، انا هنا ما عبرتش الصراحه وما غاديش نقدر نقول لكم شحال درت بالضبط، وخا كاع غادي نقول لكم غيبقى كل وحده على حسب الدقيق ديالها اللي كتستعمل. كاين اللي كتستعمل الدقيق كيكون كيشرب، كاين اللي لا. مهم فقاس خاصو يكون ما غاديش مشات لي الهضره، مخصوش يكون قاصح بزاف ومخصوش يكون عاوتاني مرخوف بزاف، خاص يكون بين وبين. صافي هنايا كنبقاو نزيدو بشويه بشويه، مهم حتى ما تبقاش العجينه تلصق هنا في اليدين ديالنا ويبقى شويه مرخوف ما يكونش قاصح. صافي هنا كنبقى ندخل داك الطحين في الخليط غير هكا برؤوس ديال الاصابع ديالنا، ما كندلكوش الفقاس، هادي حاجه معروفه، فقاس ما كيتدلكش. كنبقاو غير نجمعوا هكا الخليط صافي حتى كيصبح العجينه ديالو كتصبح على هذا الشكل بحال هكا. شفتوا كيفاش دايره؟ ما قاصحاش، مرخوفه وما كتلصقش في اليدين. هنا زدت اخر حاجه الخماره ودلكت مزيان، تدخلت الخماره في دلكت غير شويه، غير دخلت الخماره وصافي. صافي هنا كندير واحد الحربول اللي كيكون طويل، صافي كنقسموه على ثلاثه وكل واحد كنخرجوا منه حربول يكون شويه طويل، نحاولوا نديروا شكل متوسط، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف. انا كيف ما كتشوفوا داك اللوز اللي خرج ليا في السطح ديال العجين كنحاول انني ندخله باش ملي يدخل الفران ما يخرجش ليا داك اللوز ويفرقع كاع العجينه ويجينا كوسور بزاف في الفقاس. صافي هنا كيف ما شفتوا خديت بيضه كامله، درت معها معلقه ديال بودره الكاكاو ودهنت بها الفقاس. انا كتجيني بودره الكاكاو احسن من نسكافي، كتعطي واحد الشكل اللي هو زوين. صافي كندير خطوط على هذا الشكل، وهنا باش ينجح معكم الفقاس ندوزو هنا الطياب ديالو. الطياب ديالو ما خاصش الفران يكون ساخن نهائيا، تندخلوا الفقاس الفران عاد كنشعلوا عليه وكنديروا ليه نار مهيله، كناخذوا واحد الكيغدون او برا كنديروا هكا واحد الثقوب ماشي بزاف غير شويه ديال التقيبات، وكنخليو الباب ما كنسدوش ديال الفران نهائي، ماشي ما كنسدوش كنخليوه محلول، لا غير كنردوه بحال هكا
صافي وكنخليوه ما نضغطوش عليه حتى كيتسد من مضى، هو كنسدوه ولكن ما نضغطوش عليه حتى كيتسد في مضى. صافي كنخليوه واحد ساعه حتى لساعه وربع، ما نحلوش عليه نهائيا، كنديروه فوق العافيه، ما كنحلوش عليه على نار مهيله بحال الفطن غادي يطفى. صافي من بعد كنهبطوه لتحت، كيشد فراسو شويه كنخرجوه، كناخذ واحد الفوطه اللي كنكونوا فزقناها في الماء وعصرناها مزيان، كنديروها فوق الفقاس ونخليوه ليله كامله. انا هنا ما خليتوش ليله كامله، انا درتو في الصباح وفي العشيه قطعته كيف ما كتشوفوا، تقطع ديالو ما فيش نهائيا الكسور، نهائيا ما تهزت ليا حتى شي فقاسه، وشفتو ما جاني لا مفرقع لا مشقق من الوجه ديالو، شفتو كيفاش كيجي. انا هنا شاركت معكم التقطع ديالو وطولت شويه في التقطاع غير باش نوريكم ان ما خرجش ليا الكسور في الفقاس نهائيا، ما تهزت ليا حتى شي فقاسه. تبعوا هذه الطريقه وغادي ينجح معكم اكيد الفقاس، حيت كاين بزاف ديال البنات اللي كيديروا الفقاس وكيتهرس ليهم وكيضيعوا فيه بزاف بسبب انهم كيكونوا شاعلين الفطن من قبل، كيكون الفطن سخون كيسدوا عليه ما كيتقبوش. تبعوا معايا هاد المراحل اللي شاركت معكم في هذا الفقاس واكيد غادي يجيكم فقاس ناجح 100%. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا انا ما قطعتوش شويه، ما قطعتوش مائل، قطعته هكا عادي نيشان، كيعجبني انا بحال هكا احسن من مائل، وانتم لكم الاختيار. انا هاد الفقاسه شفتوها مهرسه ليا من الوسط غير حيت بغيت نهزها، وبحال تهرست ليا غير من الوسط ولكن ماشي مشكل، تقسمات جات عادي ما بانش فيها. شفتو الفقاس كي كيجي مقاد، شفتو هنايا انتم كتشوفوها على عينيكم، جا كله متساوي ما فيهش كسور، مقاد ما فيهش تشققات، وجا زوين لا في الشكل ولا حتى في المذاق. كنتمنى انكم تجربوه حتى نتوما باش يجيكم بحال هكا. صافي هنا كنستفوه في الطاوله غادي يدخل الفران، وشفتوا راه كيخرج كميه كبيره، كيخرج كميه كثيره بزاف. هاد المقادير اللي عطيتكم انا راه خرجوا ليا جوج طاوات كبار وواحدة صغيره كيف ما كتشوفوا هنا، هما جوج طاوات كبار وواحدة صغيرة. صافي من بعد ما كنطيبوه كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس. كنتمنى الفقاس ديالي يعجبكم، وكنتمنى كنتمنىكم حتى نتوما تجربوه في هاد العيد او في اي مناسبة. كيف ما سبق وقلت لكم غادي نستقبل معكم من اول مرة، غتبعوا هاد